فقرتنا الأخيرة يا زينب لليوم هي الفقرة الطبية اللي رح نتوقف فيها عند مرحلة بينتظرها كل الأهل، وهي ظهور الأسنان عند الأطفال، المرحلة اللي بيرافقها نوع من القلق من الأعراض المسببة للمشاكل الصحية عند الأطفال. اليوم بمساحتنا الصباحية مع دكتور عماد الأيوبي أخصائي بتقويم الأسنان والفكين رح نتعرف سوا أكثر على مرحلة ظهورها عند الطفل. كيف ممكن تتعامل الأم مع هالمرحلة وشو المشاكل اللي ممكن إنه تواجهها؟ تفاصيل هالتفاصيل والأسئلة رح كمان نسألها للدكتور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، اهلا وسهلا، صباح كيف الخير، صباح يسعد نوري صباحك يا مدير. دكتور. بالبداية يمكن بيقولوا انه هالولد سخنان عم يطلع اسنانه، هالولد بطنه عم يوجعه عم يطلع اسنانه، فكل الامراض بينسبوها للاسنان. خلينا نحكي عن صحية هيدا الحديث واذا في هيك شيء ولا لا. هلا هو غالبا ما بيترافق بزوغ الاسنان مع هالمشاكل اللي حكيتيها، من ترفع حروري حتى من التهابات عامه، التهاب حلق او قريب او شيء. هلا هو مو السبب المباشر لهالمشكله اللي عم تصير عندنا هو بزوغ الاسنان، بس الشيء اللي بيصير نتيجه بزوغ الاسنان بحكوه، بتصير بتحكه لسه بالنسبه للطفل، فشو ما بيلاقي قدامه بياخده بحطه بيحطه بتمه. بتمه بيحاول يحك اسنانه، يعني شيء على الارض لقاه، شيء على الطاوله بقى، هي غالبا بتكون مجرسمه. هذا الشيء هو اللي بيسبب عنا المشاكل الثانيه والالتهابات الثانيه اللي بتصير عنا، اضافه طبعا للشق اللي عم يصير، هو السن عم يبزغ، عم يصير في عنا شق باللثه، الا ما يسبب هالشيء الم ويسبب في عنا مشاكل عامه عند الطفل. اما انه السن هو بزوغه هو اللي بيسبب كل هالاعراض، لا، هي نتيجه ثانويه للجراثيم اللي عم حتى تفوت. بيقولوا انه ايه هلا بالاسنان هيك، بكره شوفوا بالدراس شو بصير فيه للولد، او عرفت؟ النياب او هيك، انه ايه كل سنه له عرض، كل سنه له هو على هو العمر اللي بيفرق. عروضات. خلينا نحكي دكتور كمان على المشكلات الصحيه اللي بترافق الطفل، يعني بنلاقي اللي عم يطلع اسنانه الولد بينحف كمان، ما بيقدر كتير ياكل او ما بيجي على باله كتير ياكل. خلينا نحكي على العضاضه اللي بتكون بالبراد كمان، هل هي مفيده برايك ولا لا؟ خلينا نحكي عن هدول القصص. هلا هو بيصير مثل ما قلتي، سواء بالنسبه للنحف او شيء، كمان كنتيجه ثانويه، نتيجه انه في اسنان وعيت عنده، ما عاد عند صار في اسنان كافيه لحتى انه يمضغ عليها او ياكل، الطفل ما بيصير في عنده قابليه لانه ياكل، وبالتالي بتصير عنده هالمشاكل، مو هي عرض مباشر. بالنسبه للعضاضه هي يعني ممكن تساعد نتيجه البروده اللي هي موجوده، ممكن انه تخفف من الالم، ايه هي نتيجه من اول شيء بتخفف الالم، ثاني شيء بتساوي مساج للثه بحيث انه بتسهل عمليه بزوغ الاسنان وبتخليها اسهل. والادويه اللي بيوصفوها انه هي مجرد مسكنات، ايه مسكنات، انت مسكنات الهدف، مع انه تنعطى للطفل، يعني تاثيرها موضعي ومحدد، يعني خلال 10 دقائق بس نحط، ما لها التاثير، ما بنصح فيه، خصوصي انه ممكن يبتلع الطفل، الاحسن انه بلاها، لانه مثل ما قلت لك مجرد ما حطيتيها اجى اللعاب، اما خلص ما عاد في فائده منها، بقى الافضل لا، ما في، مجرد ممكن العضاضه، ممكن نلهي الولد بغير شيء، وهي مرحله وبدها تمرق. نعم، ما فينا بعمر السنتين او الثلاثه يمكن بتكتر حركات الاطفال وبيوقعوا، مثلا في حاله السن بيفوت لجوا او اسنان بيتكسروا او او او، ففي كتير من المشاكل يلي بتصادف الاطفال نتيجه زعرانات اللي بيعملوها بحياتهم اليوميه. خلينا نحكي عن يمكن انه الاهل انه شو هاد، شو بيصير، بيخافوا، شو النتيجة لبعدين، رح يأثر على الأسنان ولا لا؟ هلا يفترض دائما بهيك حالات، هي من الحالات الإسعافية، أي مشكلة بتصير للطفل على مستوى الوجه والفكين يفترض أنه مباشرة يراجعوا طبيب الأسنان إضافة للطبيب العام. يعني ممكن يكون في عنده لا سمح الله مثلا صار شق بالشفة، ممكن يكون بحاجة للقاح إذا المكان اللي وقع فيه لقاح للسل، لقاح للكزاز عفوا، بفرض انه المكان اللي وقع فيه او تلوث فيه هو عم يلعب بالحديقه في تراب، ممكن يحتاج للقاح للكزاز. غير هالشيء غالبا الاضرار اللي بتصير على سويه الاسنان المؤقته بتكون بسيطه. اول شيء العظم بيكون عندنا طري، بيتحمل الصدمات، والاسنان المؤقته لو انكسرت انه غالبا ما في مشكله الا اذا انغرزت داخل العظم، هون بيكون الهدف العلاج انه نطلعها من المكان اللي انغرزت فيه. كل حاله طبعا في لها طريقه معالجه معينه، يعني طبعا هذا سؤال كبير، كل حاله لها طريقه معالجه معينه، بس غالبا بتكون الاذيات اللي بتصير عند الاطفال انه بسيطه باعتبارها على الاسنان المؤقته، وغالبا ما بتاثر على الاسنان طب الالم. اذا في نوع من التكسير بالاسنان، شو هن المواد اللي هي صالحه انه تنحط لطفل عمره سنتين او ثلاثه يترمم السن؟ احيانا بيكون افضل علاج بالنسبه لهيك اطفال هو عدم العلاج،
إذا ما بيأثر كان لا على النطق ولا بيأثر على الفعالية الماضغة مثلا انكسر كسر صغير السن. هون بهيك حالة ما في داعي إنه نعالج له، لأنه بدنا نعرض الطفل وهو بعمر صغير بعمر سنتين لإجراءات ممكن يصير في عنده خوف من طبيب الأسنان لبعدين، إجراء ما له ضروري إذا طبعا ما انكسر سنه بشكل كامل، صار ما يأثر على النطق أو يأثر على الأكل. الأفضل هون إنه ما نتداخل عليه، نساوي الشيء الأساسي، بينما إذا كان لا له مشاكل لبعدين لا يفترض إنه نتداخل عليه ونحل هالمشكلة. هلأ في مواد كثير، يعني نفس المواد اللي بنستعملها لترميم الأسنان سواء عمر 6 سنين أو 7 سنين ممكن تطبع عنده، بس في عنا إجراءات معينة. يعني ممكن في حالات بالنسبة للأطفال نحط لهم غاز إذا كانوا غير متعاونين، تمام، غاز الضحك عشان يتعاونوا يشلينوا شوية يتعاونوا معنا. ممكن ما مشي الحال بالنسبة للأعمار الأكبر ممكن تحت التقدير العام نساوي لهم إجراءات إذا كان في ضرورة لهالشيء. نعم، خلينا نحكي دكتور كمان، أنا مصرة اليوم كمان ركز لي على تبديل الأسنان، أنا عند الأطفال يمكن اللي عم يرضعوا لسات وعم يطلعوا أسنانهم. لما يطلعوا أسنان الولاد هل بتنصح يعني الحليب في مواد سكرية بيأكل الطفل مثلا ممكن بيطعمه في كتير من المخلفات اللي بتضل، هل بتنصح كيف يعني الأمهات إنه تنظيف الأسنان كيف لازم ينظفوا أسنان الأولاد من أول؟ لا، أول شيء عصيرة الرضاعة في خطأ، وعلى المي كمان في خطأ شائع إنه مثلا الببرونة يحطوها بتم الطفل الرضيع وبيخلوه ينام فيها. هي الفترة الطويلة اللي بيضل فيها عم يرضع الطفل بالتخمرات اللي بتصير داخل التم هي كتير مؤذية للأسنان، بيصير في عنا شيء بنسميه نخور الحليب، نخور معممة على كامل الأسنان. هو السبب الرئيسي هو هي فترات الرضاعة الطويلة، خلص يفترض رضع الطفل سواء رضاعة طبيعية أو من المبرونة هالفترة المعينة خلص قمنا له إياها ما نحطها. بالنسبة لتنظيف الأسنان يفترض نبلش بتنظيف الأسنان عند الأطفال عند بداية بزوغ أول سن، يعني بعمر 6 شهور بزغ أول سن. من هون بنبلش، يعني بيجي لعنا كتير مرضى عمر مثلا أطفال عمرهم 2 3 لسه ما بيفرشوا أسنانه. ليش ما عم يفرش أسنانه؟ ما عم يرضى. لا، يفترض من عمر 6 شهور الأم تبلش فرشاية صغيرة تفرشي له، لو كان سنين بس عنده القدام مانيات تفرشي له ياهم، لما يطلعوا الدراسة اللي ورا كمان هي تضل عم تفرشي له ياهم، متى ما حسن يمسك الفرشاية تعوده تحط له كمية معجون كتير بسيطة وتعلمه شلون يفرشي، إضافة لأنه هي تفرشي له الأسنان، لأنه هو ما حيحسن يفرشي بشكل كامل السطوح، ولكن أنه تعلمه على هالطريقة بحيث انه هو وهي تفرشي لحتى يصير يحسن يفرشي بشكل كامل وتتاكد انه عم يفرشي مزبوط، ساعتها بيعتمد على حاله بالنسبه للتفريش. نعم، تصبغات الاسنان عند الاولاد كمان من احد عوامله هي الحليب، قديش مهم يمكن المي دائما. هلا هي الفكره يفترض يعني كمان تعقيبا على السؤال بالنسبه لعنايه الام باسنان طفله يفترض تبلش مو عند بزوغ اول سن، من المرحله الجنينيه، يعني من قبل ما يولد الطفل في اجراءات بتتخذها الام لحتى صح؟ تمام، الاغذيه الصحيه اللي عم تاخذها، نوع من انواع الادويه في ممكن تسبب تصبغات، مثل ما قلتي هالتصبغات للاسف بتكون عميقه ببنيه السن ولا بطريقه ممكن انه تروح، اضافه لبعض العادات السيئه مثل الكحول والتدخين والقصص هي كمان ممكن تاثر على السن. بنلاحظ في احيانا الاسنان عليها بقع بيضاء او بقع بني، هي ممكن تكون مكتسبه الولد، يعني لسه الام عطته اياها ولسه ما اجى على هالدنيا. بعدين شو كمان قلتي لي بالنسبه للتصبغات، بفرض اجت اسنانه سليمه الطفل وما عنده مشاكل، ممكن بعدين يصير في عندنا هي مو اكثر من تصبغات، سوء تكلس السن بيصير كبدايه قبل النخل، يعني طبقه السن بنعرف احنا الطبقه السطحيه بتكون متكلسه، العادات الخاطئه سواء عند الصغار او عند الكبار ممكن تخلي هالطبقه المتكلسه انه تنحل وبالتالي يتغير لونها وبتصير لون ابيض اصفر بني لحتى تصير نخر. الشيء الاهم اللي بنساويه هو تنظيف الأسنان بشكل مستمر، الطفل ما حيحسن يتمضمض، بالتالي لما يصير قادر مثلا بعمر 6 سنين 7 سنين أنه يستعمل المضامض ممكن نعلمه عليها، إضافة لهالشيء الأغذية الصحية، يعني بعد عن الكولا بعد عن الشوكولا قدر الإمكان، بدك تاكل شوكولا كول بس بدك تفرشي مضبوط أسنانه. طيب عندي سؤال، التاتين قديش بتأثر على الأسنان على الفك على النطق كمان على كل شيء على تقدم الأسنان؟ هلا على هو العمر اللي بنوقف فيه، إذا العمر 2 وقفنا غالبا ما بيصير في عنا أي مشاكل، بينما إذا استمرت لعمر أكبر مثلا لعمر 6 سنين وقفت ممكن إنه المشاكل اللي صارت تتراجع، إذا استمرت لبعد 6 سنين وفي أحيانا بتستمر ساعتها لا المشكلة غالبا ما حتتراجع. نعم. بدنا نضطر لأنه مداخلة تقويمية. أيوة، أسوأ التاتين ولا اللي بيحط مثلا البيبي اللي بيحط إصبعته بتمر؟ لا هلا المشكلة لا طبعا هي الإصبع، الإصبع مشكلتها أنه مرتبطة غير، يعني في شيء عامل نفسي بالموضوع وبالتالي صعب أنه يتخلص منه الطفل.
نعم دكتور، تمام. نصيحة أخيرة قبل ما نختم لكل أم عم تشوفنا هلأ. هلا اول شيء انه تهتم بابنه، مو انه تدلله، يعني مثل ما حكينا مو كل شيء اكل بده اياه ياكله. تهتم بتنظيف اسنانه وهالشيء لمصلحته، سواء رضي او ما رضي ممكن تتبع معه الاساليب، سواء العقاب او الجزاء، ومتابعة المستمرة. وشغلة كتير مهمة هي الفحص الدوري، يعني بالنسبة للأسنان سواء من ناحية صحة الأسنان أو من ناحية التقويمية. في نعم. حالات كتير إذا اكتشفناها بكير بيكون حلها كتير أسهل. ما يفترض أي طفل يتراجع من متى، يعني من عمر 3 سنين يفترض يراجع طبيب التقويم مرة بالسنة، مراجعة، مو شرط يكون في عنده مشكلة، عشان إذا في عندنا مشكلة نكتشفها أبكر ما يمكن ويكون حلها أسهل ونتيجتها أحسن. إن شاء الله يا رب هيك، الله لا يضر حدا. إن شاء وشكرا الله. كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها وهالفائدة الدائمة اللي بتقدم لنا اياها. تسلم، أهلا ميرسي وسهلا. لك، عفوا، يسعد صباحك. أيامك شكرا أهلا. لك عفوا، دكتور، أهلا، والله. شكرا لك. اكيد ليا رحلتنا اليوم وصلت لنهايتها، رحلة جديدة بلاقيكم فيها بكرة مع مواضيع وضيوف جداد. اكيد مسك الختام دائما لرجال الجيش العربي السوري، ضلوا بألف خير ونهارك سعيد ليا. نهارك سعيد يا زينب، ونهاركم سعيد لكل المشاهدين. بكرة رح نلتقي معكم بحلقة جديدة من صباحنا غير. كل التحية لكل فريق العمل، باي باي.